حيا الله كل من يتابعنا من جديد. أكيد وصلنا لضيف ساعتنا الأولى لهذا اليوم. أصبح الليزر يستخدم على نطاق واسع في وقتنا الحاضر، إلا أن استخدامه قد يؤدي إلى مجموعة من الأضرار التي تلحق الضرر بالأجزاء المعالجة. فكل ما يتعلق حول الأضرار الناتجة عن استخدام الليزر في عمليات التجميل وآثاره السلبية على الجلد، رح نناقش هذا الموضوع ويا الدكتور خالد العزاوي أخصائي جلدية تجميل وليزر. مشاهدينا الكرام خليكم ويانا، صباح الخير والعافية عليك دكتور. صباح الخير حضراتكم، سعدنا صباحك. صباح النور، حياكم الله. صباح الخير لكم، حياك الله. حضراتكم متابعين قناة زاكروس، نعم الطيبين. أكيد بالتأكيد يعني دكتور، اليوم موضوع التجميل صار بشكل واسع منتشر عندنا، لذلك أكو يمكن تقنيات حديثة وأيضا تقنيات مميزة صارت كثير من النساء وحتى الرجال يلتجون إليه. لو نحكي اليوم عن موضوع الليزر، أكيد الليزر هو بكثير من الاستخدامات، لذلك اليوم أريد نتعرف عليها من خلالك. نعم، حقيقة الليزر حاليا هو خلينا نقول ثورة العصر بالنسبة للجلدية. نعم. وخصوصا احنا في العراق كان قليل الاستخدام مالته، هسه حاليا ليزر من 10 سنوات وجاي بالعراق كلش صار عليه اقبال شديد، سواء على حسب ما انت قلتي رجال ونساء، مو فقط نساء، يعني الرجال هسه يمكن اكثر من النساء صاروا يلتجؤون ايضا الى بس الرجال اللحى يمكن او ازاله الاثار. الرجال معظم احد خلينا نقول مواضيع تصليح يعني آثار وندب وجروح وياها مثلا تحديد اللحى مثل ما تفضلتي، النساء هاي بعد يعني كإزالة شعر أو إزالة تاتو أو نعم. أو نفس الأمراض الموجودة أو الجروح اللي تصير بهم بحياتهم هم يحاولون يتخلصون من عدها. فالليزر كلش هسه عليه أقبال شديد وعلى وصار بي يعني تداخلات كبيرة وتطور كبير، ويعني احنا هسه صار حتى بالليزر يعني معهد الليزر بجامعة بغداد حاليا دا يطور نفسه. نعم. يعني احنا من الخريجين مالته لانه كلش اقبال عليه وعلى شغل الليزر. اذا ريدنا نحكي بشكل عام عن الليزر استخداماته، الليزر طبعا استخداماته واسعة جدا، من اهمها خلينا نقول اذا ريد نبدي بجهاز يسمونه فراكشنال سي او 2، هذا لعلاج الندب واثار سواء حب الشباب سواء جروح سواء حروق، هذا خلينا نقول لتصليح ما نعم متعرض على الانسان الى سابقا. اذا ردنا ندخل يعني بعالم التجميل فندخل بليزرات الليزر الاندياك والاندياك 64 او 755 يعني الكانديلا نعم. وغيرها من الأنواع هذه لإزالة الشعر. إذا ردنا ندخل على الأندياك اللي يسمونه كيو سويتش أندياك سواء الـ 532 أو الـ 1064، هذه أنواع إحنا بالنسبة لنا كأطباء يعني حتى يعني أكو مرات نحاول ننور المراجع أو المريض أو المتابع أنه لازم من تروح تسوي تسأل على هيك أنواع، يعني مثلا انت تشيل الوشم لازم تدور كيو سويشت يعني لازم يعرف نوع الجهاز اللي ممكن يفيده، لانه احنا الدخلاء هوايه يعني على فرع الجلديه الدخلاء هواي وممكن تروح على يعني مكان ممكن يمكن ما يفيدك. نعم. يعني المهم اي جهاز عنده ويقول لك يشتغل عندي، فانت من تكون متنور وتعرف انه انت عندك هيك جهاز تقدر يعني تشتغل يما وانت مطمئن يعني حسب طبعا الكواليتي مالته. نعم. يعني فليزر يعني قلت لي هواي هسه اذا نريدها من نجي على الوحمات همين اكو جهاز يسمونه بالص الدايليزر يعني 585 ل 595 يعني هذه الأجهزة اللي المهمة بالنسبة للشد وال. نعم طبعاً دكتور عذراً قطع، يمكن كل حالة وإلها فد جلسات معينة أو وقت معين. كل حالة إلها جلسات وفترات تختلف من يعني مثلاً جلسات الليزر، حتى هسا إذا أردنا جلسات إزالة الشعر خلينا نقول كمثال. نعم. يعني الوجه يختلف عن الجسم. مضبوط. يعني الوجه تنطي شهر فترة ما بين الجلستين. الجسم هو الماشي طبعا هنا يعني بعض الاخطاء الشائعه اسبوعين خطا 21 يوم خطا حتى الشهر خطا
مفروض شهر ونص ورا كم جلسة يصير شهرين حتى أنت بنتصل من تقول له أنت جلسة الليزر اللي هي الكانديلا مثلا خلينا نقول تكفيك ست جلسات، أنت لازم تنطي تايم حتى يطلع يعني وقت حتى يطلع عندك الشعر المتبقي حتى تخلص من عنده. من تكبس أنت تكبس الوقت مالته خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أنت دورة الحياة بعد ما كملت مالت الشعر ف ما راح لا تنطي فائده للمريض بس بالشكل الصحيح ولا زين. الليزر اتوقع بجانبين، جانب تجميلي وجانب علاجي، ام هن اثنيناتهم نفس الموضوع؟ انا اتوقع الجانب التجميلي يشمل ازاله الشعر وهيك، الجانب العلاجي ممكن نستخدمه بالليزر شنو هو؟ او يا ريت لو توضح لي الجانب. هو قلت لك انا من اهم بالبدايه قلت لك انه الجانب التجميلي هو حتى العلاجي هو علاجي تجميلي هو راح يصير تجميلي. حلو. انت من عندك اثر مال الحرق او اثر مال الجرح او ندبه او اثر حب الشباب ندب بالشباب هذه انت من تزيلها تصل الى فد يعني تصل الى تجميل. والتجميل لا انت مثلا لا ما عندك اثار بس ممكن يعني عندك مثلا على قولتك شيل الشعر الزائد زين من هذا دكتور. هو هم موضوع الليزر والاشعاع اللي يصدر من عنده باضرار قد تؤدي على بعض الاشخاص، يعني خلينا نقول من الفئه العمريه والفئه العمريه اللي من الممكن ان تستخدم الليزر لو هو ما بي عمر محدد اساسا. الليزر ما بي عمر محدد، يعني هاي طبعا السؤال دائما يعني ينطرح ونحاول نجاوبه انه يعني ما بي عمر معين، والاضرار مالته ترى الاضرار مالت الليزر اضرار كلش قليله لا تتعدى انه تاثيره على العين، ومعظم احنا بالنسبه لنا كاطباء او كوادر طبيه تشتغل بالليزر تحمي العين جلاسز. اي احنا مثلا جلاسز معينه اكو جوجل معينه يعني معتمه ما يشوف كل شيء يعني، فهو الضرر المهم والاساسي على العين مع اما الاضرار الاخرى مثلا هاي من سوء استخدام، يعني مثلا حرق في الجلد هذه سوء استخدام البارامتر مالت الليزر. صحيح. يعني هي مو تاثير جانبي يعني موجود لما سوء استخدام، بس العين لا، يعني العين ستاندر لازم انت تحميها، وهذا اللي يخوف الطبيب ولا انه يدير باله على مريض من ناحيه. هم صادفتك حالات يعني او سمعت بحالات يعني خلينا نقول صار بها ضرر بالعين او هيك شيء لبعض الاشخاص اثناء سوء استخدامهم للليزر؟ والله هي وايد صادفتكم يعني؟ صادفتنا يعني، بس مثلا هي المشكله مثلا ما يدري بها يعني خلينا نقول هي تراكميه. يعني انت مثلا مصاب عندك مثلا شبكيه او في شيء ما راح تشوفه اثناء الليزر، ممكن يعني بعد مده فحص مثلا فحص يعني لا إرادة انت راح تشيك عيونك لقيت في شيء موجود جو صاير له 10 سنين. نعم. فهي مو معناته انه يصير عنده عمى مباشر او في شيء، بس يصير عنده ضرر يعني ضرر معين بالعين. طيب دكتور، يمكن كثير من الاشخاص ما يعرفون شنو هي الخطوات كخطوات اوليه اجراء الليزر وما بعد استخدام الليزر. نعم، هو كل ليزر له فد تعليمات ويعني توصيات معينه. نعم. مثلا انت اذا تشتغل فراكشنال سي او 2 يعني علاج ندب واثار حب الشباب والجروح والحروق يعني كل كل جهاز ليزر مختص باوبشن معين وتعليمات. نعم. معينه. هذا مثلا هذا لازم تطلع للشمس على اقل تقدير 4 ايام، تحميها 3 ايام الاخرى بواقي شمس، يعني خلينا نقول 7 ايام. نعم. انت حامل منطق ما بعد الفراكشنال سي او 2 قبلها طبعا تخلي تخدير موضعي لانه بألم. انت هذا من جانب، مثلا تجي على جهاز ازاله الشعر هذا ما به تعليمات غير مثلا الحلاقه قبل الجلسه بيوم او بنفس اليوم صباحا وانت تشتغلها مثلا مساء، هاي تعليمات وراها تقريبا يعني قسم يعني يقول لك مثلا ابقى فد يوم دير بالك من الشمس. انا واحد من الناس يعني لان اشتغل كانديلا ما عندي
ما عندي مشكلة. ثاني يوم يطلع العملة بشكل تام. فحتى التعليمات طيب. تختلف من طبيب لطبيب ونوع الجهاز اللي يستخدمه. جهاز ممكن يسوي له شوية حرق فيقول له لا تتعرض للشمس مثلا كانديلا. اكو أجهزة أخرى مثلا السكريت الهايف وهذه ما بها مثلا تعليمات معينة إنسانية جيد عمله بشكل دكتور ازالة الشعر بصراحة عندي بعض وواحد من الأصدقاء صار بموقف إنه هو يعني لجأ لأحد الدكاترة أو الأخصائيين بإزالة الشعر وقام بعملية إزالة الشعر بمنطقة الوجنات وأتوقع الذقن أيضا يعني اللحية وهيش تفاصيل تمام. خلص الست جلسات أتوقع أو خمس جلسات من بعدها بشهر ماكو شعر لكن بين ليلة وضحاها رجع الشعر عنده بصورة أكثر من ما كانت بالأول يعني أتوقع حتى الشعر صار يغطي منطقة الأجفن سواء كان شعر خشن أم ناعم شنو السبب برأيك؟ نعم هو هسه يعني التعريف الجديد لإزالة الشعر هو ماكو شيء اسمه إزالة الشعر هسه تقليل الشعر يعني reduction of hair يعني هذا التعريف الجديد لإزالة الشعر أنت خلال ست جلسات تنهي الشعر تماماً صحيح لكن عندك جلسة إدامة هاي اللي نحكي عليها أنه صار hair reduction يعني تقليل الشعر إذا ما سويت جلسة إدامة كل ست شهور راح يرجع الشعر هو مو كل ست شهور أساساً يعني هو خلص الجلسات بصورة كلش طبيعية وتوقع حتى أقل من الشهر يعني رجع الشعر بمنطقة الوجنات بصورة أكثر من الأول وكثافة جدا عالية يعني اليمين واليسار حتى مو بس خلينا نقول بمنطقة واحدة وهيش تفاصيل هاي تبقى على نوعية يعني نوعية الليزر اللي استخدمها ممكن ما استخدم يعني نوع مناسب ممكن يعني اكو جهاز قديم بالعراق نسميه الاي بي ال يعني انتنس بالس لايت يعني هو ضوء مو ليزر اصلا ما يتعرف من يعني الليزر بس هذا اقدم جهاز لازاله الشعر هذا يعني يزيل الشعر بس ما ينطيك يعني حمايه انت يزيل كيا بسرعه بس ما ينطيك حمايه اكثر من شهر يعني شهر مو موضوع سايد افكت او هيك شيء لا مو سايد افكت هو سايد افكت اذا استخدم الباراميتر انت مرات يعني مراجعي يقول لي مثلا شيل لي الشعر وبري بالقصة أقول له ما شيلك شعر وبري شعر وبري يعني اللي هو الشعر الأصفر هذا لا تتحارش به يعني لأنه أنت أصلا راح تحفزه الليزر راح يحفزه تحول إلى اللون الأسود من بعد راح تحفزه يعني عكسية صحيح حتى بعض النساء مرات يصير عندها شعر وبري وتسوي جلسة احنا يعني بالنسبة لنا ما نقبل نسوي جلسة لأن هذا يعني هذا التأثير العكسي أو إذا أنت قلت لك يعني هي الدخلاء صار هواي فهو إذا ما عنده هاي المعلومات الطبية عن الليزر كل المعلومات راح ياخذوها منك اليوم عادي احنا ماكو بيها مشكلة يعني احنا ما نريدها يعني ما نريد فشي بالعكس تقدم نصيحة اليوم اي يعني اللي ما يعرف خلي لي يعني يكون عنده دراية بالموضوع عنده دراية انه شعره وبري ما اشتغله يعني خلي المراجع محافظ على الشعر الوبري لا تحول لي له شعر اسود والنوب يعني كان اواجه الصعوبه يعني بصعوبه النوب صحيح نعم. انا اتوقع هذه المشكله يعانون منها اغلب الاشخاص اللي يقومون بازاله الشعر الموجود على صيوان الاذن وهي تفاصيل يتحول صيوان الاذن طيب دكتور يمكن اكو كثير من المصطلحات اللي ممكن بعض الاشخاص يتداولوها اللي ما عندهم خبره بهذا الموضوع بالنسبه لاشعه الليزر صح انه هي تسبب بعض الفيروسات او بعض الالتهابات الجلديه لا الليزر اصلا قلت لك انا من البدايه لانه دائما كل لقاءاتي وكل القنوات اركز على انه الليزر هو اشعاع امن جدا ما عدا العين. طيب شنو الفرق بين الليزر الحار والليزر البارد؟ اللي هو ماكو الليزر حار هو الليزر كله اشعه تطلع من الليزر نعم. كلها حاره بس مثلا البارد يضاف الى يعني فشي ملحق وياه مثلا هو البارد خلينا نقول لك مثل اللي هسه الكانديلا نعم كانديلا يسمونه البارد هو البارد وياه كرايوجين قنينه الكرايوجين ثلج يعني فد درجه حراره تصل يعني 96 تحت الصفر يعني لذلك يسموه ليزر بارد فمن يضرب عندك الجلسه يضرب وياه ثلج يعني تضرب وياه يعني ضرب يضرب ليزر ويضرب وياه ثلج بنفس اللحظه حلو فيسموه بارد يعني انا حتى هسه المراجعين مالتي يعني يحسون بحراره
يقولون مو تقولون بارد, بارد. هذا يسموه بارد بس هو الحقيقه هذا الكرايوجين هو دا يضرب وياك ثلج بس مع الثلج انت هم لازم تحس بس مثلا اذا بدون كرايوجين فد مشكله يعني حراره قاتله يعني حراره كلش قويه وهذا دا احكي على الجهاز المضبوط يعني اذا اجهزه طبعا باد كواليتي يعني لا بارد ولا حار يعني هي مجرد اشعه ويسويها ما يستفاد منها زين موضوع ازاله الندب وازاله الوحمات وهذه المشاكل اللي يعانون من عندها بعض الاشخاص اللي ما يتقبلوها او تتكون عندهم نتيجه الوراثه اتوقع وفي تفاصيل يعني مثلا هواي اشخاص قد مثل يكون عنده طفح جلدي او هيك موضوع هذه المواضيع ممكن ان نحلها باستخدامات الليزر يعني قلت لك كل مرض يعني وكل جهات يشتغل على فد مثلا احنا نجي على خلينا نقول ابرز ثلاث اشياء اليوم موجوده نشاهدها بالمجتمع البهاق والوحمات والندب اللي صارت نتيجه الظروف تعرف الظروف اللي مر بها العراقيين مو قليله فنجي نعالج اول شيء موضوع الندب الموجوده او اللي تتكون على الوجه. هم اكو مثلا ما نقول اكو اطفال يتعرضون لهذا الموضوع عن طريق الخطا قد مثل ما نقول اثناء اللعب او هيج تفاصيل. موضوع ازاله الندب اليوم اذا سارعنا مثل ما نقول بازالته عندما نتوجه للطبيب راح ياثر عليه هذا الموضوع عندما يكبر او هيج تفاصيل؟ نعم. لا يعني بالنسبه للعمر قلت لك ما بي فد ماكو فد عمر فد بس محدد. الندبه اتوقع حاله واحد حتى الندبه انت من تزيلها بعد انتهت انت عندك يعني ندبه خلينا نقول يعني مو هي الندب هي انت تقصد عليها بالاطفال هي ندبه الجروح والحروق ندبه الجروح والحروق صحيح يعني هسه احنا بدنا نشتغل هواي اطفال هسه حروق وجروح حتى من تخفي الندبه ولا بعد اختفت ما عندك مشكله 100% يتم ازالتها لا لا ماكو شيء اسمه 100% ازاله الندب والاثار ما تتجاوز يعني الحقيقي ما يتجاوز 80% هذا متعارف عليه اذا كان الجهاز حتى اصلي احسن ماركه احسن ما يجيب لك اكثر من 8% حلو يعني هذا اللي يقول لك 100% مو صحيح طيب. باي باي نعم دكتور يمكن هي المواضيع كثيره وايضا متشعبه بالنسبه لموضوع الامراض الجلديه وايضا التجميليه طيب لو ردنا نحكي ايضا عن موضوع التجميل بالليزر كثير من السيدات يلتجؤون الى ان يريدون بشره مشدوده بشره بها نضاره ممكن الليزر يخدمهم بهذه المواضيع نعم بالنسبه للليزر اكو ليزر يعني هو يعني قسم يصنفوه كليزر وقسم ما يصنفوه كليزر اللي هو الهايفو الاشعه فوق الصوتيه شد البشره وال يعني خلينا نقول التجاعيد الوسط والبسيطه انت من يصير عندك مو الناس اللي عندهم ترهل جدا قوي يعني ما يخدمهم يعني انت لازم يعني تعرف حتى الليزر يعني إمكانية الليزر وين توصل؟ توصل مثلاً ماكسيمم الوسط من يعبر الوسط يعني تسوي له من تسوي له ما راح يستفاد من عنده لازم تلجأ لطريقة طيب شنو الأماكن اللي ممكن نستخدمها لهذه الحالات؟ يعني هو الوجه كله ممكن نستخدم حول العين الرقبة أيضاً الرقبة وحتى الأرداف حتى نعم. يعني الساق والفخذ هذه كلها يعني إذا بها ترهلات بسيطة طيب النتائج؟ النتائج يعني هو الحقيقه يعني هم هذه يعني مثل ما اقول لكم من مركز ماكو 100% ماكو 100% ابد لا كشي لا ما تصل هذه ما تصل اصلا حتى نعم. ما تصل 80% اها يعني الترهلات الترهلات ما تصل صحيح. يعني انت من يجي يقول لك اي والله شد وجهي احسن يعني اذا يريد ينطيك 60% نعم. يقصد هو بس يعني مثلا المقتنع يقول لك احسن 60% اكو نتيجه احسن من 100% بس هذه همين لازم يدامه لان احنا شغل الليزر ما عدا الندب والاثار اللي هي مثلا راح تغير السيرفس مالت يعني السطح مالته هذا انتهى البقيه اللي تشتغل على الكولاجين والالاستين او يعني الليزر الشعر هذه لازم بها ادامه يعني مثلا الداغلش على الهايفو تحتاج مثلا 3 جلسات كل شهرين جلسه صارت هاي خلال 6 شهور صار عنده شد الوجه وصار مقبول الوجه لازم ادامه كل 6 شهور لانه الانسان دائما يتقدم العمر مضبوط فما راح يتوقف
يعني الترهلات ما راح تتوقف انه شديت الهي ورجع شاب، هو ما رجع شاب مضبوط. لازم ادامه لازم تحفيز كولاجين والاستين بالسم، بس مثلا كل شهرين يصير عندك كل 6 أشهر بس يحصل على النتيجه الاوليه اللي هي تخدمه. جيد جدا دكتور. دكتور تكلمنا عن الندب، موضوع البهاق وموضوع الوحمات، هواي اشخاص يتعرضون مرات للتنمر بسبب هذا الموضوع، تشوف الوحمه صايره يا اما على منطقه الخد، على منطقه الرقبه او هيك مواضيع. فموضوع ازاله البهاق او المحمات ايش قد يستغرق احيانا، وبرايك يعني هم اكو او ايش قد هي نسبه النجاح لازاله هذه الوحمات؟ نعم، بالنسبه للبهاق يعني البهاق اللي يكون شديد او العنيد اللي هو ما يستجيب للعلاج، صحيح، هذا يحتاج لمرات اذا مناطق معينه صغيره يحتاجها الليزر يسمونه لانزيمار 308 نانومتر، هذا يشتغل يحفز الخلايا حتى خلايا الميلانوسايت حتى تطلع لنا الميلانين. او اذا يعني الكابينه الضوئيه اللي هي عباره عن يوفي يعني فوق البنفسجيه، هذا اذا كل جسمه ياخذ جلسات، اذا ياخذ جلسات كل اسبوع 3 جلسات لمده 3 أشهر 4 أشهر ممكن يحصل نسبه نجاح. انا واحد من الناس ما احب استخدم هاي التقنيه اللي هي صحيحه اللي ثلاث، بس في ضوء هذا الوضع اللي نعيشه صعب انه يعني المراجع يظل وياك كل بالاسبوع 3 مرات بالاسبوع، تكاليف فلوس يعني، فمرات نعطيهم يعني خلينا نقول علاج مع يعني مثلا بالاسبوع مره نعطيه مثلا دوز من الاكزيمار اذا كان مناطق معينه. هذا بالنسبه للبهاق يستجيب، هو تقريبا بين 3 أشهر الى 6 أشهر يتحسن. والوحمات؟ الوحمات طبعا موضوعها كلش مزعج وكلش صعب. مزعج للبيشنت ام مزعج للدكتور؟ للاثنين، للبيشنت والدكتور مثلا، لانه الجهاز اللي اشتغل عليها اللي يسمى البلس دايليزر كلش غالي. فهسه هنا في مثلا في بغداد ما راح تلقى كم جهاز. يعني كلش كسبه، انت تسوي جلسه مثلا للمراجع مالتك يعني لازم تسوي له مثلا جلسه بنص مليون. نص مليون دينار. نص مليون دينار. جلسة واحدة. جلسة واحدة إذا عنده شوية مكان مثلا. وهي بش كم جلسة أساسا؟ وهو أصلا يحتاج لها أشهر. يعني يحتاج له يعني يحتاج له ملايين. يعني يشتري جهاز أحسن له. لا جهاز لا، الأطباء ما يقدرون يعني إلا خلينا نقول يعني بعض الأطباء خلينا نقول نمبر 1 عندهم اختصاصي هذا الموضوع. إي لا هو البروفيسور احنا نسميه. ما عدا البروفيسور يعني اللي يعني يقدر يطلع سعره. يعني لأنه صعب أنت تجيب جهاز بعدين حتى ما تقدر تطلع سعره. صحيح. يعني فهذا هو إشكال بالوحمات، أنت اكو هسه يشتغلون باجهزه معينه، بس عندي احكي لك الصحيح. الصحيح طبعا تشتغل بلس الدايليزر 585 595، هذا اللي تشتغل به وهذا اللي يعطيك النتائج الحقيقيه، الغيره يعطيك مثلا 20%. هو هم مكتوب يعني انت من تجي بالكتالوج مالته لازاله الوحمات بس مثلا هو ليزر ما طلع يسمونه ليزر بي روزونيتر يعني خلينا نقول محرك من جوا داخل الجهاز، اكو ما يطلع من المحرك اللي هو النبضه الحقيقيه، يطلع من القبضه اللي بيدك. هذا القبضه هو عباره عن يعني كريستاله تحول طول موجي الى طول موجي. فالمفعول مالته خلينا نقول اشعاعات واطوال موجيه. اي اطوال موجيه حولتها الى 585 بس ما طالع لك انت من قلب الجهاز 585. فهو مثلا يشتغل لك انا اشتغل لك 585 او 595 بس هو باليد مو بال يعني موضوع الكواليتي انا اشوفه كلش مهم بالليزر بصوره يعني عامه، يعني حتى مو بس بازاله الوحمات حتى بازاله الشعر وكل التفاصيل. طبعا الكواليتي كلش مهمه. هسه انت يعني انت ازاله الشعر عندك اكثر من جهاز، عندك الدايود يعني 808 810 هذا جهاز، عندك الكانديلا اللي هو مثل ما يكون اما يعني 755 يعني الاكس درايت يسمونه طول الموجي مال الاليكس او الاندياج يعني 1064، وانتهى طبعا هاي كل واحد كطبيب واحد مختص بالليزر يعرف يعني ال 1064 يستخدم للسمر درجه الرابعه وفوق، يعني خلينا نقول الافارقه واللي
يعني مثلا بالعراق أصحاب البشرة البيضاء السمراء أو السوداء الكانديلا الكانديلا طبعا هم بي مثلا هو الطول الموجي او مرات طول الموجي السندر ماستر طول الموجي 755 نعم. هذا البشره البيضاء يعني ماكزيمم الحنطاويه خلينا نقول هو العراقيين بين الثانيه وبين الثالثه ثانيه ثالثه يقبل رابعه من تقبل من تصعد اكثر يصير عنده حروق جميل جدا طيب كثير من السيدات او البنوتات يحلمون ان تكون عندهم بشره ما بيها يعني مسامات ما بيها حالات سوداء يمكن واي اكو تقنيات لكن يمكن اكو اوبشنات بالليزر ممكن تساعدنا على انه البشره تكون صافيه تكون بها نظاره ايضا نريد نتعرف عليهم نعم بالنسبه للمسامات الواسعه اكثر جاهزين نستخدمهم يا اما الفراكشنال سي او 2 اللي هو خاص بالندب والاثار يعني هو هذا اللي هو يستخدم الليزر الكربوني لا الليزر الكربوني خلينا نقول لكم يعني الليزر الكربوني ما يشتغل على على المسام ما يشتغل على المسام نعم. الليزر الكربوني ينطي نظاره يمكن هذه مشكله اي مو انا هواي يجون هسه يريد يعني تقليل مسام يريد تقليل مسام بالكربوني مو هذا شائع يعني مضبوط يعني اريد كربوني اوكي تعال كربوني خلي لك كربون و ويشتغل لك الليزر ويشيل لك الكربون يصير عندك نظارة هو يعني هو أصلا يسمونه يعني الهوليود يعني ممثلات مال هوليود أصلا يسوون جلسات يعني ممثلات الأمريكية هو من جت من عنده إنه كل شهر يسوون جلسة ظل يصير عندهم نظارة نعم أي هذه يعني لمعة للبشرة لمعة لأنه أنت تشيل كل الأجزاء الميتة مضبوط فبس إيش قد ينطيك شهر انت لازم مستمر يعني انا دائما اقول لهم مراجعيني انت اذا تيجي عندك مناسبه اسوي لك اياها عندك عرس اسوي لك اياها عندك حفله يعني تخص الاهل والاقارب سويها لانه ترى نهايتها شهر وتقول رجع وجهي مثل ما كان نعم. فهي نظاره لفتره معينه مثلا قلت هم ليش سموها هوليوود ممثلات هوليوود يستخدمونها نعم. ما عندهم مشكله هو كل شهر تسوي لان هم عدد مهمه بالنسبه للممثلات بهالموضوع حلو زين موضوع المده انا اللي اشوفه الان والمنتشر اغلب الاطباء المختصين بعمليه ازاله الشعر باستخدام الليزر ينطون مده تتراوح من 15 ل 21 يوم بين جلسه واخرى واتوقع هذا الموضوع كلش منتشر ان اليوم كل ما اسال صديقي اقول له كلش قد يعني تسوي جلسه يقول لي كل 21 يوم انت قلت كل ما تزيد المده بين جلسه واخرى كل ما يكون الموضوع احسن وامن للبيشنت يا ريت لو توضح لي هاي النقطه هو مو اكثر من اللازم ضمن يعني ضمن المحدود ضمن المحدود اي مو تقرب اكثر من اللازم انت لا تقرب ولا تبعد هو انا ما دا اقرب يا مو هيك يعني انه مثلا هي اعرف يعني كل 21 يوم انت قلت انه هي كل شهر معظم المراكز يشتغلون يعني خلينا نقول المراكز اللي ما بيها اطباء يشتغلون هاي ال 14 21 يوم صحيح يعني انا ما اريد يعني خلينا نقول لا احنا بدنا نعطي نصيحه للناس احنا بالعكس بس هذا موضوع تجاري يعني موضوع تجاري غاية ربحيه اي غايه ربحيه انا كثر عدد الجلسات يعني انا مثلا ازاله شعر الستاندر متعارف عليه ستاندر عالمي كل كتب يقول لك الوجه يعني شهر انا اسوي 14 يوم على شنو ما راح استفاد راح استفاد 50% نعم بس راح يصير بهالشهر عندي جلستين بالنسبه لي وفلوس صحيح. فلوس مرتين او 21 هم انطيت حقه بدل ما هن يصير 6 جلسات راح يصير 9 جلسات يلا كفي نعم فهذا الموضوع لا يعني المفروض احنا يعني حتى قلت لك البودي اللي هي الجسم المفروض حتى يعبر الشهر شهر ونص ورا كم جلسه تنطي شهرين لانه مثلا اصلا هو انت تشتغل 3 جلسات انتهى تيجي تشتغله ورا شهر تلقى كم شعرايه ما راح يستفاد العته انت خليه يجمع انه مثل ما ضربت مثل على صديقك خلي تجمع عن هذني الشعرايات خلي شهر شهرين تجمع تضربهم البويصات حتى تقتلهم صحيح فتنطي الوقت الحقيقي يعني فهذا يعني دائما نحاول احنا يعني ننصح انه يعني ولو المراجع احنا اذا ننصح بس هو يروح على مركز يقول له 21 ما راح يقدر يعترض
صحيح. يعني هو يقول لك هو المركز فقير راح يكون بالمعلومه. إيه يعني هو ما يقدر يعارض المركز طبعا، بس الحقيقه هو مثلا الشعر ماكو شيء اقل من اقل شيء اللي هو الوجه شعر اقل شيء حلو قبل الشعر مو صحيح. نعم. ما يخالف يوم يومين ممكن. بس مثلا 9 أيام فرق، 10 أيام و14 يوم فرق لا هواي. طيب دكتور خالد، بنصيحة أخيرة ممكن لكل الناس اللي شاهدنا إذا كانوا رجال وأيضا سيدات. نعم، بالنسبة لي والله أحاول، يعني أحاول أقدم نصيحة أنه المراجع حاول أني ينتقي من يروح على طبيب، ينتقي الأطباء الاختصاص، خلينا نقول اختصاص. إذا هو مرض جلدي يكون رايح على طبيب جلدية، إذا هو مرض جراحي تجميلي حتى مؤكد تداخلات حتى نكون واضحين، إذا هو يعني جراحي تجميلي، احنا الجراحة التجميلية والجلدية هي فرعين منفصلة، فالمفروض يروح على الجراحة التجميلية ما يجي على أبو الجلدية، وشغلات الجلدية يجي على أبو الجلدية. دكتور أخير سؤال قبل ما أنسى. نعم. أكو أبر تبيض البشرة، تبيض الجسم بسرعة. ليت ثايم. فد شيء مختصر عن هاي الأبر. أنا واحد قبل ما استخدم. شنو موضوع هاي الأبر اللي يستخدموها لتبيض البشرة حتى يتخلصون من الندب وتوقع التصبغات الموجودة على الجلد عفوا؟ لا، هي أكو ميزوثيرابي خاص بن يعني موضعي هذا، خلينا نقول ما بتأثيرها جانبية، ممكن تستخدمه لإزالة التصبغات والكلف هذا هذه الأوبر الموضعية. أكو أوبر تنحق وريدي أو عضلي، هذا لكل البادي، كل هو لكل البادي صحيح، فول بادي. أي أنا واحد من الناس هاي يعني ما استخدمها، لأن هي ماكو ستاندر عالمي بيها، ماكو بروتوكول يعني بالكتب يقول اكو هيك شيء. زين. فانا واحد من الناس اخاف من السايد افكت مالتها. فاي مريض هواي يجون طبعا ويستغربون ليش ما استخدمها، اقول لهم ماكو شيء بالكتب يقول يعني يدعمني علميا انه انا استخدمها. فالشيء ما مدعم، ممكن انا ممكن اداء اودان يعني قدام قضاء، قدام ممكن يصير بك يعني تأثيرها جانبية سواء على الكبد، لأن يعني أنت راح أكيد راح يصير تدخل في الجسم غريب. إيه راح أنت تدخل على شغلة بيها أكيد تغيير بالإنزيمات طبعا. إيه يعني أنت شلون صار عندك جسم بدي من حولته إلى أبيض إلا صار في التفاعلات معينة كلش طبعا بالجسم كله. نعم. فأحاول أبتعد هنا واحد من الناس عنه. نعم طبعا. حليت اليوم ضيف مميز علينا الدكتور خالد العزاوي، أخصائي جلدية وتجميل وليزر. شكرا لانضمامك لنا اليوم. شكرا جزيلا والاستصابك والطيبة والحياك الله، الله يبارك فيكم. شكرا لك دكتور. نعم أكيد مشاهدينا مستمرين لهذا اليوم بباقي التقارير اللي دائما احنا نقدمها لكم. اليوم عندنا تقرير جدا مهم عن مواقع التواصل الاجتماعي، شو ممكن تستغلها بالطريقة الصحيحة أم بالطريقة السلبية. لذلك خلينا نتابع هذا الريبورتاج من بعدها راجعين.